يا صباح الورد، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ناخذ معلومه جديده، يلا ناخذ. بعض الاشخاص تجي لهم حاله لحظيه، ركز، بعض الاشخاص تجي لهم حاله لحظيه. شنو الحاله اللحظيه؟ مره واحده هو ما في شيء، مره واحده دقات قلبه دب 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 دب، ومره واحده يحس انه شوي شيء قاعد يعرق، ومره واحده يحس انه شيء كأنه في شيء بيصير، كأنه بيموت، كأنه الله راح ياخذ امانته الحين. شعور غريب ما يقدر يوصفه، يظل لحظات ويختفي ويلهم بين فتره وفتره، ويعرفون الناس شعور حيل حيل بايخ. شنو صاير معاك؟ شوف، تكون يوعان، حلو، لما تكون يوعان يفرز عندنا هرمون الجوع، وبعدها شنو عندك؟ الكورتيزول يرتفع. يعني بحالتك تكون انت يوعان حدك، فالسكر نازل. ليش؟ لانه خلاص الانسولين قضى على السكر كله، فيصير شوي فيك هبوط، زائد ارتفاع الكورتيزول، هني تجيلك هذه الحاله. شلون؟ خل افصل لك. وعشان تتجنب هذه الحاله لازم تعرفها، تكون انت مو ماكل شيء، وبعدها شنو؟ البنكرياس فارز الانسولين، قضى على السكر كله، بعدها يحوشك شويه كذي هبوط، بعدها الجسم راح يدش بالطوارئ. يعني شنو بالطوارئ؟ يعني يقول احنا بحاله مجاعه، فشنو راح يسوي الجسم؟ لانه يبي مصادر سكر بروتين، فراح يرفع الكورتيزول. الكورتيزول الكيمياء مالته 3 ايام، اما الادرينالين وهو اللي مسوي هذا السالفه كلها، 3 ساعات يقعد بالجسم. فشنو تسوي عشان تتجنب هذا؟ دائما لا تحس باليوع، دائما دائما، يعني لا تحس باليوع، لان قلنا يوع مع افراز الكورتيزول راح يسوي لك مشكله، زائد تكون انت عندك افكار خايف منها، او راح يرتفع الكورتيزول اسرع. شنو تسوي؟ دائما خلي سناكات معك بالسياره، تجي لك هذه الحاله، قاعد في البيت، دائما اكل، دائما اكل، واخر على الافكار اللي تخوفك، وبعدها ما راح يجي لك. واضح؟